معرض عطر الأرض في جمعية العاديات في اللاذقية يجمع 24 فناناً وفنانة بلوحات تعبيرية تخليداً لأرواح شهداء الكلية الحربية في حمص. حقيقة المعرض جميل، لوحات جميلة ومعبرة، الحقيقة في سياقات مختلفة يجمع بها الجمال، تجتمع كلها، القاسم المشترك هو الجمال لفنانين وفنانات معظمهم من الشباب. كان هؤلاء الشباب والشابات أرادوا أن يعبروا عن حزنهم للمصاب الجلال، فعبروا بألم وكبرياء وخشوع من خلال لوحاتهم التي قدموها تحية لأرواح هؤلاء الشهداء الأبطال يوم 25 الأول عندما تخرجوا في هذا المعهد من معهد مصنع الأبطال. يترجموا جمال الطبيعة، عم بيأكدوا عن أنهم مستمرين بالحياة وبيحبوا الحياة، وهي دائما نداء للإنسانية بأنه الحياة حلوة وجميلة. المعرض ثمرة تعاون بين جمعية العاديات ومرسم الفينيق وجمعية إرسم حلمي. حابين نوصل رسالة أنه الفن هو دائما بيعطي استمرارية لأي شيء، ونحن ذكرى الشهداء ما حننساها، فبهيدا المعرض عم نقدم استمرارية للذكرى لإلهم، وبأحداث غزة هلأ كمان عم نحاول نوصل أنه الفن بيعطي صورة كتير حلوة للمجتمع وبيرتقي فيه. معرض عطر الأرض بشخصية من الأقص الصوفي أو بنسميه أقص الدراويش، حبيت اهدية لأرواحنا بالكلية الحربية بحمص وأرواح شهداء في غزة. مشاركتي كان بلوحة عن الحارات الدمشقية، يعني مثل ما شايفة الألوان الحارات هيدي، وحطيت الورد الجوري الياسمين، يعني هو كله شيء بيعبر عن دمشق القديمة اللي أكيد بتعني للكل. المعرض هو رسالة حب وأمل ليبقى الفن المرآة الحقيقية للشعوب ويجسد انتماء الفنان للوطن.